صباحين، السلام عليكم. اليوم غادي نخففوا جميع هاد الزريبيه. كيفاش غادي نديروها؟ اما كنشري خيط، بحال انا عندي هاد الخيط ملون شريته خصيصا باش ندير بيه هاد الزريبيه، او لا يمكننا نستعملوا بواقي الخيوط اللي عندنا، هذاك الشيء اللي كاين في الدار نستعمله. اذا انا يا هذيك الزريبيه الملونه استعملت الكروشيه نمره 10، واما دابا غادي نستعملوا الكروشيه رقم 8. غادي نحتاجو مقص باش نقطعو الخيوط الا كان شي خيط زايد، وغادي نحتاجو الابره باش ندخلو غير دوك جوج خيوط ديال الاول البدايه وديال النهايه. اولا باش غادي ندير عقده البدايه، كنلوي الخيط وكنجبدو نخشيها، ندير هكا دائره ونجبد الخيط. ها انا جبت، فعندي هاد الدائره غندير فيها الكروشي، وغادا نبدا بالسلسله. السلسله كيفاش كندير؟ كنلوي الخيط، كنجبد عين، وكنعاود ندير هكا، كنبقى ندير الخيط، نجبد غرزه ونخرج غرزه، نلوي الخيط ونجبد غرزه نخرج غرزه. هذه هي السلسله. عدد السلسلات لا يهم، على حسب انت شحال قداش بغيتي هاد الزريبيه تكون عندك كبيره، اذا كديروا السلسله اللي بغيتوا. دابا حنايا غادي نشوفوا مجموعين غير الغرزه اللي استعملت باش درت الزربيه، اذا غادي يكفينا هذا العدد الغرز. اذا غادي نخلي الغرزه الاولى وغنبدا بالثانيه، وغندير غرزه حشو. هاي غرزه حشو، كنخشي الخيط هذا ونجبد عاوتاني، وكنلوي الخيط ونهبط هذوك جوج غرز. هاي غنخشي الكروشيه في العين، نلوي الخيط ونجبد غرزه، نعاود نلوي الخيط ونخرج هذوك جوج غرز. كنلوي الخيط، نلوي الخيط ونجبد هاد جوج غرز، نهبطهم كنزلهم. هذه غرزه حشو، اللي ما كيعرفش راه عندنا الفيديو تاع كيفاش للمبتدئات في الكروشي، تعليم فيديو تعليمي للغرز الاساسيه ديال الكروشي، غتلقاو فيه غرزه الحشو بالتفصيل. اذا كل هاد السطر غادي نديروه غرز حشو. سهله هاد الزريبيه، يمكن لينا ننزلوها في الحمام، يمكن لك تنزلها في المطبخ، يمكن لك تنزلها في غرفه النوم، على حسب الالوان، تناسقي الالوان على المهم على داك الشيء. انا عجبتني وقلت نتقاسم معكم هاد الطريقه ديالها، سهله جدا وسريعه باش كتخدم. كاين هاد السطر فيها جوج سطور، هاد السطر ديال غرز الحشو والسطر الثاني، صافي هما اللي كنبقاو نعاودوهم. اذا انتبهوا معايا، انا وصلت للغرزه الاخيره، غندير الغرزه الاخيره ديالتي. كندير ما تحاولوا ما تنساو حتى شي غرزه باش ما يجيكمش الخدمه عوجه. اذا كنكمل هكا، شفتوا ها هي سطر غرز حشو، كندير نزيد سلسله، ندير سلسله، ندور العمل ديالي هنا. دابا انتبهوا معايا، هذا هو السطر اللي فيه شي شويه، غادي ما غاديش نبدا من نقص هذيك الاولى، لا غادي نبدا من الاول، ما تمشيوش للغرزه الثانيه، غادي نقص لكم الخدمه وغتمشي عوجه. لا نبداو من الغرزه الاولى، واخا درنا ديك غرزه سلسله راه ما محسوباش غرزه حشو. اذا غنخشي الكروشي وغنلوي، هانتوما لاحظوا معايا، غنلوي الخيط على صبعي، نعاودو هانتوما بلاحظوا عادة كنديرو هكا غرزة الحشو، ولكن دابا خشينا الكروشي، غنلوي الخيط على صبعي، وشوف غنخشي الكروشي من التحت، شفتو فين؟ غنخشي الكروشي من التحت، ونجيب هذاك الخيط اللي كنجيبو ديال غرزة حشو، ونخلي الخيط في صبعي، نخلي هذيك الدائرة في صبعي، ما تطلقوهاش، ونمشي نجيب الخيط باش نخرج، باش ندير هاهو، كنلوي الخيط دابا، كنمشي نجيبو باش نخرج هذوك الغرز اللي عندي فوق الكروشي. كنكملها غرزة حشو عادية، غير هي عندك ديك اللوية ديال الخيط ردو البال. هانتوما غنعاودو، غنخشي الكروشي، غنلوي الخيط على صبعي، شفتو؟ نلوي الخيط على صبعي، ونخشي الكروشي من التحت، شفتو؟ كنخشيه وكنجبد هاد الخيط، كنجبدو عادي غرزة حشو عادية، غير هي دابا داك الخيط، وكنمشي نجيب الخيط
باش نخرج هذوك الغرز اللي بقاو عندي في الكروشي وصافي. كنحيد هذيك الخرصه اللي تكونت عندي برا كنخليها كنجبدو باش تبقى شاده راسها. اذا كل سطر كنمشيو هكا، وكل غرزه كان كل غرزه حشو عندنا ديال السطر السابق كنديرو فيها بحال هكاك. هذوك الخرص اللي كنديرو هما اللي كيعطيونا شكل زربيه او لا سجاده كما كنقول بالعربيه، زربيه ولا سجاده. اذا هيا شفتوا انا مازال يمكن لك تحيدي صبعك، يمكن لي نحيد صبعي، ولكن خصني نبقى قابطه ديك الخرصه بصباعي الاخرين. شفتوا هيا ونحيد، ولكن هذاك الصبع ديالي خصني نبقى شاده به، راني بقيت شاده بهذيك باش عاد كملت. نخشي كروشي نلوي الخيط على صبعك وسيروا بنفس المقاس، نفس المقاس باش ما يجيكمش هذيك الشيء ما مقادش. كنعاود باش تفهموا باش تشوف اللي بغاو ما يبقاش قابط هذيك الخرصه. هنخشي هاي دابا باش يبقاو مقادين، خصنا باش يبقاو مقادين خصنا ندير. اذا نخشي كروشي نجبد الخيط، خصني نجبد الخيط، ولكن هذيك الخرصه الا بغيت نحيد صبعي غنحيد، ولكن هذاك الصبع ديال اليد الاخرى راه حابسها باش ما تحلش. ونلوي الخيط ونحيد، نكمل غرزه حشو عادي، هي راه غرزه حشو غير هي داك كنلوي داك الصبع باش كنكبروا داك الخرصه وصافي. كنكملوا هكايا في الاخر السطر، السطر التالي كنديروا غرزه سلسله، ندور العمل ديالي هاد السطر كامل غنمشي، وكل غرزة غندير فيها غرزة حشو عادية، وغادي نعاودو السطر الاخر عاوتاني باش تفهمو مزيان. اذا ما نخدم العين الاولى غنخدمها غرزة حشو، ثانية غرزة حشو، كل سطر غرز حشو حتى الاخير. كما قلت لكم ما تنساوش شي غرزة باش ما يتعوج لكمش العمل ديالكم. اذا دابا كملت السطر ندير سلسلة وندور، دائما كنكملو ولا كنبداو السطر بسلسلة. اذا غنجي للغرزة الاولى دائما غنخشي الكروشي نلوي على صبعي كما درنا قبيلة، نخليكم تشوفوا باش تفهموا الاحسن. شفتوا كيفاش كندير؟ كنلوي الخيط، نهبط الكروشي، كنهبط الراس الكروشي ونجيب الخيط صافي طلقها. شفتوا طريقة سهلة ماشي، وهاد السطر اللي فيه شوية كيعطل. إلا بغيت أنا كي قلت لك شتي كيفاش كندير، باش إلا بغيتي تحيدي صبعك خاصك تحبسيها باليد الأخرى داك الخرصة، دائما خاص شي صبع يشدها حتى تسدي عليها صافي. داك طيحي الغرز داك تطلقيها ماشي مشكل. نكملو السطر ديالنا كامل هكا، والكروت اللي غتستعمل على حسب السمك ديال الصوف. انا هنا راني دايره 4 الخيوط، دايره الابيض وجوج قهويين وواحد اصفر، اذا 4 الخيوط على ديك درت الكروشي غليظ. وانتوما على حسب السمك ديال الكروشي ديالكم، على حسب السمك الصوفه غديروا الكروشي اللي يتناسب معاها. وغنمشيو هكا
الاخير دابا ما بقى لنا والو، غنكملوا هذا السطر. السطر الموالي غادي نديروه غرز حشو كامل، والسطر الموالي كنبقاو نديرو داك الخرصه هكاك صافي، حتى كنكملوا الزريبيه ديالنا. وما تنساوش الغرز ديالكم، لان الا نسيتهم راني كيما قلت لكم غتمشي لكم الخدمه عوجه. غادي يبقاو ينقصوا، الا بقيتي كتنقصي داك العين الاولى كتنسيها ولا الاخرى، غادي يبقاو ينقصوا لك العيون، وغادي الخدمه غادي تبقى غدا وكتعوج، ما غاديش تمشي لك من الجناب مقاده. سهله جدا، نتمنى ديروها وتوفقوا فيها ان شاء الله. وإلى عجبتكم الفيديو ما تنساوش تشتركوا في القناة، لأن دائما فيك باش توصلوا بالجديد. شاركوا فيها، فعلوا الجرس، وإلى عجبتكم الفيديو ديروا لايك باش يشوفوا واحد آخرين يستافدوا منها. ومرحبا بالتعليقات ديالكم، مرحبا بكم. وكان هذا أول فيديو، كنتمنى لكم كاملين سنة سعيدة، نجاح وليداتكم والفرح والسعادة في بيوتكم إن شاء الله. اذا كملنا داك السطر، هذا السطر كله غادي يكون غير غرز حشو، وغتبقاو تكرروا هذه السطوره. وهكذا كنختم الفيديو ديالي، والى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله.